طاني الفري شنو الميزه؟ الله يغني ويمثل على كل المسرح شيء جوا. كل شيء لا تبي اوكي. سلطان عنده بعد هو فنان، واللي ميزه ذكاء، خذ اللي قلت لك عنه من طارق، فنان طارق العلي، خذ الارتجال. يعني هذا شيء يميزه سلطان، صوته حلو على المسرح، يعرف وين يوظف صوته، حاضر ذهنه، حاضر معاك على الخشبه، ما يسرح، ما يطلع اوت. يعني انا اشتغلت معاه اكثر من مسرحيه. احمد العون.